عند والدي في شبين، ولقيت عم جوزي بيتصل عليا بيقول لي جوزك جوز بنت كذا ضربه في المدخل وانا مش عارف. فانا قفلت وما بقيتش عارفه ارد ولا اتكلم ولا اعمل اي حاجه، وقعدت اصوت وانهارت انا والولاد. بعد كده اتصلت عليه اقول له يا عمو في ايه، جوزي ماله، جوزي ماله، جوزي ماله، قال لي جوزك ابن كذا ضربه وباينه مات. زوج تلميذ عنده، اه جوز الطالبه كذا ضربه وباينه مات. طبعا انا انهارت وطلعت اجري، لقيت طالبه عنده بتكلمني بتقولي انا في المستشفى ومستنياكي، انا كنت معاه وقت اللي حصل. طبعا جريت على المستشفى، طبعا كان خلاص كانوا بينعشوه خلاص مفيش دقيقتين، ولقيتهم بيقولي خلاص مات. بس كل حاجه كانت في لحظتها وفي ثانيتها. طبعا توفى بعد نقل المستشفى مباشره، مش يعتبر مباشره لان انا المسافه ما بينش بينه واشمون شويه، هو توفى اول ما انا وصلت. انا جوزي كان مستنيني عشان يموت انا وولاده، جوزي كانت روحه متعلقه فينا فكان مستنيني، كان بيودعني قبليها وبعت لي رساله وبيودعني، وكنت مكلماه قبليها بالتليفون وكنا بنتكلم مفيش اي حاجه، وهو اول ما صحي لقيته بعت لي مسج بيقول لي في وحشتيني، ما كانش في اي حاجه وكنا متكلمين في التليفون ما كانش في حاجه وعادي، وقعدنا نتكلم انا هو حوالي 10 دقايق بحكي انا هو، وقال لي انا رايح الدرس دلوقتي، فضلت اكلمه من ساعه ما كان بيلبس هنا لحد ما وصل الدرس عند والدته وبنتكلم ومفيش اي حاجه، كانه كان بيودعك. اه فعلا كان بيودعني، والرساله اللي بعتها لي كان فعلا بيودعني، بس انا ما جاش ولا كان عمري هيجي في دماغي. لما رحت بقى قالوا لك ايه اللي حصل او شفت ايه هناك، الوضع كان عامل ازاي؟ طالبة عنده قالت لي انا كنت قاعدة، كان بيديني درس وكنت بدفع له فلوس درس، وانا كنت قاعدة لقيت حد بينادي فهو فتح الباب، لقيته بيقول لي ده فلان جوز فلانة اللي هي زميلته في الدرس، تحت فانا هنزل اشوفه في ايه، ونازل حتى موبايلاته كانت موجودة، يعني مش نازل مثلا عامل حساب ولا لا، سايب حاله وكل حاجه وخد بعضه ونزل. البنت لقيتها بتقولي انا لقيت سويت، نزلت لقيت الدم في المدخل ومرمي في كل حاجه، ودي مركب في الشارع متبهدل وكله دم، ولقيت الناس عماله تصوت وطلعوا بيعرفوا. هل الأستاذ عبد العظيم اتكلم معاكي قبل كده عن البنت دي أو مشاكل مع جوزها أو جاب لك سيرتها في أي حاجة؟ ما كانش بيتكلم عنها في حاجة، هي بنت جيراننا فما كانش بيتكلم، كان عادي إن بنت جيراننا وأنا براعي ربنا فيهم، ما باخدش ما كانش بياخد فلوس منها في الدرس، كان بيراعي ربنا وكان حاضر فرحها عادي مفيش أي حاجة عشان جيراننا، وكان حاضر فرحها فيش اي حاجه، وكان قبلها يومين كانت هي جايه انا ما كنتش اعرف انها غضبانه ولا اي حاجه، جايه لقيته بيقول لها ايه يا بنتي يلا عشان الدرس عشان هتتاخروا، قالت له انا جايه هو يا مستر، دي ده الكلام الوحيد لا كان بيكلمها ولا كان في اي تعامل غير انها بنت جيراننا، بس هي بنت جيراننا بنت جارته البيت اللي لازق فينا بس. طب ايه اللي دفع الزوج ان هو يعمل كده؟ والله انا كنت في النيابه والهانم كانت في النيابه هي كمان، فواحد كان واقف يسال قالت له اصله بيغير عليا قوي، اصله بيغير عليا غيره جامده، ان هي كانت مجنناه، هو شايف ان هي ولا حاجه وان هي بقى بتتعلم وان هي بقى حلوه وشكل، فكانت بتضايق بتستفز سيرته طول الوقت. واللي جالي فعلا ان هي اتصلت عليه وقالت له انا رحت الدروس وريني هتعمل ايه، استفزته وراح واخد السكينة.